السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم كيكه المول العجيب وبالكريمه ديال الليمون او الحامض. كتجي روعه ولذيذه في المذاق وسهله واقتصاديه، مكونات بساط وسريعه، كتوجد دغيا. نخليكم على المقادير والطريقه تحضير، فرجه ممتعه. عندي هنايا في المكونات، عندي هنا 3 ديال البيضات، عندي ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال السكر، جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق، وعندي كاس ديال الحليب، و16 غرام ديال خميرة الحلويات. غادي نضيف هنايا السكر والبيض والفاني، وغادي نطرب مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط مضاعف الحجم ديالو، وحتى كيذوب السكر كنحسو بالسكر داب صافي، وكنحيدو. يعني كنبقى نطرب مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيتغير اللون ديال البيض. صافي، هنايا كنضيف ديك ربع كاس ديال الزيت، غادي نخلط مزيان صافي، وغادي نوقف يدي ملي غادي نخلط صافي. في هذه الاثناء غادي نستغنى على الطرب الكهربائي، غادي نكمل غير بالطرب اليدوي فقط. هنا كنضيف الدقيق، وغادي نضيف ديك الخميره ديال الحلويات 16 غرام في المجموع، صافي. هنا كنبقى نخلط ديك الدقيق حتى صافي ما يبقاش كيبان ليا الدقيق، يعني كنخلط مزيان صافي. هنا كنضيف الحليب، الحليب عندي هنا دافي ماشي بارد، يكون دافي. غادي نضيف بشويش بشويش. هاد الكيكة دات لي نص كاس ديال الحليب، ما دات لي شي كاس كامل، يعني من بعد غادي نوري نص كاس اللي بقالي صافي. هنايا كان نسالي تخلط صافي، هذا القوام اللي بغيت. ها ديك نص كاس اللي شاطلي ديال الحليب صافي. هنايا كنجيب المول وكندهنو بالزبده، وغادي نرش عليه شويش ديال رقائق اللوز غير في الجوانب، غير شويش وصافي. صافي، وكنكب الخليط ديال الكيك، وكنكون هنايا في سخنت الفرن على 180 درجة، كنخلي ملي كيسخن الفرن كنشعلو غير من تحت والفوق كنطفيه صافي، حتى كتحمر لي الكيكه وكطيب من داخل صافي. واذا بقات ما تحمرتش من الفوق كنشعلها من الفوق صافي. هنا كندوزو الكريمه الليمون. غادي عندي هنايا كاس ديال العصير ديال الليمون، وعندي نص كاس ديال الماء، وعندي 3 الملاعق ديال البودره ديال كريم باتيسري، وعندي هنايا ملعقة كبيرة ديال الزبدة وصفار بيضة صافي. السكر هنايا عندي هنايا 4 ديال ملاعق ديال السكر، ضفت 4 الملاعق حيتاش الليمون كيكون شويش حامض صافي. كنضيف ديك صفار بيضة وكنخلط مزيان على البارد، عاد غادي نضيفو فوق النار صافي. هنا كنخلط مزيان، وغادي نضيف ديك بودرة كريمة ديال كريم باتيسري، او كتعوضوه بالنشا مايزينا صافي. كنخلط الكل على البارد وكنعملو فوق النار حتى كيطيب.
صافي. هنايا بعد ما طابت لي الكريمه غادي نضيف ملعقه ديال الزبده وغادي نخلط حتى كتذوب ديك الزبده. كنضيف قشور ديال الحامض الليمون انا استعملت الليمون الاخضر كيعطي واحد المنظر جميل في الكيكه. بغيت تستعملوا الاصفر كتستعملوه، انا الاصفر عصرت به ولكن التزيين زينته بالليمون الاخضر. صافي هنا بعد ما طابت لي الكيكه كنقلبها على وجهها صافي، وكنضيف عليها الكريمه بعد ما دفات لي، غير دفات صافي. صافي هنا كندخلوها للثلاجه حتى كتماسك الكريمه كتماسك. صافي هنا كندخلوها للثلاجه بعد ما نزينوها بشويش ديال القشور ديال الحامض الليمون. ديك خضوريه ديال الليمون كيعطي واحد المنظر جميل. صافي كنضيف هنا غير في الجوانب صافي، وكنضيف دوائر ديال الحامض. والتزيين دائما كيبقى اختياري، دائما كيبقى حسب كل واحد وكيفاش كيفنن في الوصفات ديالو. كيجي الشكل جميل وفي نفس الوقت المذاق كيجي رائع. ديك كريمه الليمون مع الكيكه ملي كتناولوها كتجي واحد كتجي شاربه وكتجي مزيونه بزاف في المذاق. جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي. غادي نقطع معكم واحدة الطرف بعد ما بردت لي ديك الكريمه تماسكت. في هاد الاثناء عندي شويه الاضاءه كانت ناقصه. صافي هنايا غادي نعملها في الطبسيل وغادي تشوفوا القوام ديالو كيجي رائع، والكيكه كتجي مزيونه بزاف وفي المذاق. وحتى واخا كيكه سهله وما فيها شي مكونات كثيره ولكن فيها المذاق مزيون بزاف مع ديك الكريمه الليمون. اللي كيعجبو الليمون واللي كيعجبو كريمه الليمون غادي تعجبو. الى اللقاء، الى الفيديو القادم.